بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الحسن مرقال الكاتب العام ديال فريق الاتحاد الرياضي ولا الجرار ومساعد مدرب مبارك اسلام. الحمد لله اليوم المقابله كما شاف الجميع كانت مقابله ممتازه، واخا كنا متخوفين من الارضيه ديال الملعب معشوشبه، على اساس حنا كنا متعودين على ارضيه صلبه، ولكن الحمد لله الفريق دار مقابله رائعه وخاصه في الشوط الاول، بحيث كما شفتوا اهداف تسجلوا اليوم اهداف رائعه ومخدومه بطريقه جيده، واللعابه عطاو واحد المستوى جيد، والطريقه باش لعبوا مع الارضيه ديال الملعب المساحه ديالو كبيره عطاتنا طريقه منظمه لاعب جماعي. والحمد لله اليوم الصعود الرسمي للفريق الاتحاد الرياضي ولا الجرار الى القسم الممتاز، وهذا شرف لنا وشرف لولا الجرار بكامله، بحيث الفريق كيلعب 16 مقابله تعادل واحد، يعني الفرق على المحتل الصف الثاني الان وصل 20 نقطه، وان بقينا 6 المقابلات، وحنا الحمد لله ماشيين على الوتيره ديال العمل ديال نكونوا فريق ديال المستقبل ان شاء الله، وغنستمروا في النتائج، وهذا بفضل تضافر جميع الجهات، سواء من مسؤولين سواء من مكتب مسير سواء من لاعبين سواء من الجمهور. وكنشكر كذلك المجلس الجامعه القرويه لحد الركاده ولا الجرار الدعم ديال الفريق، بحيث ان في اي مطالب ديالنا كينفذوها لنا، والحمد لله الفريق مشي بوتيره جيده وتنظيم جيد، والحمد لله على النتيجه هذه، وهذا شرف لنا، ونوجدوا العام الموسم المقبل ان شاء الله في القسم الشرفي، لان غنبقاو نلعبوا مع فرق في المستوى، ونحاولوا ندعموا الفريق بعناصر في المستوى، ولا مشينا بهذه الطريقه هذه الحمد لله الفريق يمشي بخطى جيده، وهذا ما يمكن نقول. بالنسبه للفريق رجاء تزنيت، حتى هو حاول يقاوم الفريق، ولكن الضغط ديالنا على البدايه والطريقه باش لعبوا العناصر ديالنا ما خلاهمش ما عطاهمش فرصه انهم يلعبوا اللاعب اللي بغاو، وضغطنا عليهم، وفي الشوط الاول انتهى ب 3-0، وهذه نتيجه جيده، وكنا يمكننا نضيفوا اهداف اخرى في الشوط الثاني، والحمد لله على هذه النتيجه، والحمد لله على الصعود، وهذا مفخره لنا ومفخره للجرار. الفريق ديالهم حطم ارقام قياسيه في العصبه، وتقريبا بقي 6 دورات للفريق الوحيد اللي ضمن الصعود الى القسم الشرفي الممتاز. والسلام عليكم.